تحصلوا عليهم ونعطيو الحاجه تكمل اليوم. تجربه ديالك الحاجه. السلام عليكم. السلام. وقيل ان اشرف وحده هنايا. هذا شيء انا كبرت لك. انا كسولة فيهم لان خلاو لينا الاخرى. ثاني حاجه كنقول لكم مرحبا بكم وباش مبروكه وباش ما تنسوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وعيد مبارك سعيد بان قريب العيد ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يكمل علينا هاد 10 ايام بالامن والامان في هاد البلاد السعيد ان شاء الله الرحمن الرحيم. اما جيتي مع فوريفر انا دخلت على ود المولى على ود صحتي. ما نقول لكمش اللي شوار المولاني اللي كان دخلت على ود البيع والشراء وما خدمتش فيه مزيان. مي المره الثانيه فاش درت الباريناج ديالي دخلت على ود صحتي. انا كان عندي السكر واحد المده ديال 8 سنين. السنين الاولى فين ما كانش عند الاطباء هذا كيقولوا لي فيك السكر بحال جميع الناس خاصك تولفي خاصك تعيشي معاه خاصك تصاحبي معاه باش تعيشي. باش تعيشي مزيان خاصك تصاحبي مع السكر ديري رفيق ديالك باش تعيشي باش تعيشي مرتاحه. دونك عشت واحد 6 سنين صاحبت انا السكر. مي هو هضرني من مور 6 سنين عطاني الضوء داك السكر عطاني الضوء داك الليل كيضرب لي الضوء في الجهيه. لحيت الناس ناسين وانا كنكون كيضرني هذاك الضوء كنفيق كنكمل الليل كامل الناس ناسين وانا فايقه مده ديال عامين. عامين الناس كتنعس وانا كنبقى فايقه يعني كنعس هذيك الساعه كنا جانا خمس ساعه ضروب او ساعتين على حسب العيا ديال النهار كنبقى فايقه حتى تطلع النهار. اليوم على حتى وليت وليت بحالي بحال جميع الناس كنفكر اشنو هاد الشيء. بديت كنبحث بديت كنقلب الناس اللي ما كيناسوش اش غادي يطرى ليهم من بعد. لقيت بان الناس اللي ما كيناسوش سبعة السوايع حتى التمنية ديال السوايع في السن ديالي غيقدر يجيهم زهايمر. دونك انا كنت في السكر وليت الضو وليت كنفكر انا غادي يجيني زهايمر. دونك كنشوف هاد الحالات في التلفزيون مرا خرجات ما رجعتش او شي اب شي اب ولا جد خرج وما رجعش وليت كنتخيل انا في هذاك الموقع لانني انا نخرج واحد نقدر ما نرجعش. وهي دخلت حالة ديال الاكتئاب ديالي الناس العسير وانا فايقه وعندي ولدي ما خرجش ما نقدر ما نرجعش. صدفه ولا اللي في ما كندور كنسمع ديتوكس 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 وانا كنعرف ناس ديال فوالا انا في عمر جيت ديك الساعه مع فوالا كنسمع ديتوكس اللي داخل كيهضر على الديتوكس. انا خديت ديتوكس نعس انا خديت ديتوكس تاعي انا خديت ديتوكس دار ليا وفعل ليا وهذا انا قاد لي هذا ديك الساعه سبتو انا قاد لي ما بقاش فيه الحساسيه. كل واحد شنو كيهضر على الديتوكس دونك الديتوكس ولا كيدوم ليا في الماني وهكاك وما مديتش يديا ما مديتش يديا وخديته. الله يخليك على السي حسن. واحد النهار تجاهز الباك ديال الديتوكس قال لي الحاج قلت له نعم قال لي لا صحيتك ديالي ولا هذا خويا دير لي الديتوكس انت بحال بحال الله باش حيدني بعد السموم اللي فيك. ما خديتوش على اساس انني غادي نحيد ليا السكر خديتو على اساس انني كنخدم بزاف والسي حسن لقيت فيه الطريقه باش انا كنخدم. قال لي خويا باش ترتاحي شويه تحيدي بعد السموم من ذاتك وترتاحي شويه. فعلا خديتو دار معايا السويفي اليومين الاولى كيعيط عليا قال لي واش بديتي الديتوكس يا بديتو انا من النوع لا قلتي هي ولا لا لا ما كديروش. دونك اون فوا قال لي هو بداي وما تغشيش فيه حيت كاين كما كنسمعو بعض الناس او بعض العيالات كاين اللي كياخدو الديتوكس كيدخل كيقول لك احنا كنت كان هذا وضقت جاني الجوع وكليت جاني هذا المهم قال لي تبعي فعلا تبعتو. اليومين الاولى فقت واحد الفيقه صغيره ماشي بحال ديال الضو اللي كان كيضرني قبل وكان فيق مخلوع مره كان كيما هذا نهار ثلاث ايام شويه يعني بحال نعست نص ديال الليل. نهار ربع ايام حطيت راسي حليت كنلقى الضو. انا ماشي نعست انا بحال غيبت كنلقى الضو يعني نعست واحد النعاس عمري ما نعستو مده ديال عامين. كنت فرحانة قبل الأول جاتني الشوفة في الشكيل بأنني عمرت عيني حليتها لقيت الضو حيت هو فاني كنحل عيني كنلقى الظلام كيبدا باقي الليل. دونك ما نقولكمش الإحساس اللي حسيت بيه هذاك النهار. دابا غير كنعاود عادي أنا كنقرا نفسي كنبغي نهضر كنبدا نبكي. مي دابا وليت كتبت ما نصحت الناس وكتبت ما عاودت على جيتي الناس تقبلتها. مي في الأول كان جاتني صعيبة دونك تبعت
البروغرام ديال التوتس في 9 ايام تبعت هذيك 9 ايام ديالي تابعت لقيت راسي طيحت 100 كيلو وانا محيده الكيلو ديال الصفار ما نصحني حتى واحد ديال الحيده حيت راسي لان كنقول انا لوكور ديالي هو لاباري ديالي يعني الا حسيت الصفار طالع ولا هابط انا عارف كيفاش نتعامل معاه الناس ديال الصفار عارفين هاد الحاله إلا جانا الجوع ولا ما سخفناه بالسكر كنعرفو واش ناخدو ولا لا كنطالع كنعرفو واش كناخدو فكيف انا كنكيلو بلي صحتي شوية الوغ حيد الكيلو ديال السكر درت هاديك التسليم ديالي لقيت راسي طيحت 100 كيلو زدت عاوتاني جلست واحد يومين صمت زدت الثاني كملتو 9 ايام اخرى طيحت تقريبا واحد 5 كيلو من بعدها مشيت درت لكازا درت بيلو الحمد لله السيد اللي دار ليا البيلو ما قلتلوش انا نحيد كلمه السكر ولا حتى شي حاجه لهذا قال لي حاجه السكر عندك مقاد غير مقاد باش نسيتو ولد خويا ولد خويا انا اللي دار ليا التحاليل دار ليا البيلو ما بغيتش نقول له عندي انا نحيد السكر نحيد الدواء ديال السكر درت البيلو ديالي عادي قال لي عندي راه عندك السكر مقاد الحمد لله شنو هذا شنو درتي شنو خديتي بدا ودي غير محيده كاين ديال السكر تقريبا غادي جاي شهر بدا كيخاصم كل شهر تخاصم هو البيلو قدام كان قال الحمد لله من هذيك الساعه لدابا انا محيده كاين ديال السكر مي كنراقب راسي كنراقب ماكلتي لان لقيت الديتوكس هو بالي كيشنو ناكل ماشي بحال ما كنت قبل كنت انا باش الحلوه ديال لاكريم وهذا كنطيح فيها ماشي كناكل كنغمس فيها مي دابا الحمد لله وليت كنفراني واللي صار عارفه شنو اللي كان ناخذ والحمد لله لقيت عليه صحتي وهذه التجربه ديالتي هي اللي خلاتني انني كنعاودها للناس انا ما كندخلش اللي سقساني على شي حاجه كنعطيه كل شيء لقيت راسي اللي عنده السكر ولا عنده شي مشكله كان سقساني كنلقى راسي كنعاود ليه كل شيء كنلقى الناس كيتأونجاجو معايا اللي كانوا كيتأونجاجو معايا كيتقارنوا معايا اليوم على غدا كنعطيهم افاده شويه كنلقى راسي انني انا واللي كيبني هو يا معايا الحمد لله كيوجهوا للناس لي ماناجر ديالنا سي حسن مدام جمع كيوجهوني كيفاش نخدم لقيت راسي في 6 شهور انا والناس اللي معايا كنت الكراد ديال ماناجر والحمد لله الكراد ديال ماناجر ما عمرني كنت كنحلم به كنت ملي كنسمع ماناجر كتجيني بعيده شي حاجه بعيده الحمد لله مع الفور ديال ليكيب مع الناس ديالنا القراب لينا درنا يد في يد وتعاونا وهذا العميل اشنو هو هو ان الانسان الناس اللي كبر منا في التجربه الحاجه اللي قالها لي كنقول واخا انا من النوع اللي كنحي راس الانسان اللي عرفت راسي عادي نستافد منه كنحي راس من الارض باش كناخذ داكشي اللي بغيت اللي كنقول ناخذ اللي بغيت يعني ناخذ الجوهر ديال المعلومه وهذا هو اللي خلاني نجح الحمد لله مع فرقة وحاليا كنفكر انني نحيد شي حويجات في الخدمة ديالي الفيلتري لان 30 عام ديال الخدمة خديت معايا وزع الراس وخلة الصحة ما نلقاش شي حوايج ما نلقاش انني استفدت في الميدان ديالي اللي كنخدم فيه مي على حساب صحتي مي دابا فرقة الحمد لله رجعت لي صحتي وعمرت لي جيبي وهذه هي النتيجة اللي وصلت لها. Thank you.